توصيات هي توصيات عامة، حيت تتقاطع التوصيات مع توصيات مع واقع مع الواقع النساء في المغرب بشكل عام. يمكن أتفق معك، ولكن الخصوصية ديال هذه المذكرة علاش؟ هو أنه اليوم تستهدف لنا نساء الجبل بشكل واضح وصارح، وبالتالي نحن تحت مراقبة الإعلام، غادي تقول لنا شنو درتوا. لهذا أعطينا على أنفسنا عام من الترافع، من الفعل الميداني، من الزيارات الميدانية، من تقديم مقترحات في هذا الباب، من أجل أن نساهم في ترجمة التوصيات التي تقدمنا فيها بها على أرض الواقع. عندما نقول أنه علينا أن نقدم تغييرات على القانون المنظم للتعاونيات في المغرب، بمعنى أنه سأكون تحت رقابتكم كنساء ورجال الإعلام، وعلي أن أقدم هذه المقترحات بشكل سريع. عندما نقول على أنه يجب أن نساهم في النقاش الوطني اليوم الذي تحمله مجموعة من الجمعيات الحقوقية والجمعوية من أجل خلق قانون إطار للجبل، أيضا سنساهم فيه من خلال ندوات، من خلال ورشة تكوينية، من خلال زيارات ميدانية، من خلال المساهمة مع الأصدقاء مع النسيج الجمعوي الذي يشتغل في هذا الباب في هذا المطلب الذي نعتبره معقولا وجيدا وضرورة في المغرب. عندما نتحدث على جعل بعض الأمور المرتبطة بالموروث الثقافي والفلاحي ضمن الموروث الإنساني الوطني المغربي، نتحدث عن هذا الأمر. إذا خصنا نقدموا خطوات في هذا الباب، بمعنى علينا أن نلجأ إلى وزارة الثقافة، فنقدم مذكرة إلى وزارة الثقافة ونقدم مذكرة إلى وزارة الفلاحة. سنقوم بذلك بإذن الله طيلة هذا 2024، سنقوم بهذه الخطوات كلها. ولكن السؤال اللي بغيت اللي خصو يتطرح، علاش نساء الجبل وماشي شي حاجة أخرى؟ حيت اليوم وحنا تنعشنا أزمة ديال علاش نساء الجبل دابا؟ علاش الله بانوا لكم نتوما كفاعلة حزبية نساء الجبل؟ لا ماشي أولا منظمة نساء الجبل، لا 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 ماشي عاد بانوا لينا. أولا منظمة نساء الاتحاديات عاد عقدت مؤتمرها هذا عام، اشتغلنا على مجموعه من الاوراق، الورش ديال التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، الورش ديال مدونات الاسره، القانون الجنائي وكذا. اليوم حنا باش نكون واضحه معك، فاش كان الزلزال ديال الحوز تصدرات الاحداث والشهادات المراه الجبليه، هي اللي خرجت وعبرت وقدمت شهادات ودوات في القنوات العموميه الوطنيه والدوليه وقدمت كل شيء. شنو مطالبها؟ كانت مطالبها بسيطه، بغينا الادماج الاقتصادي، بغينا الادماج الاجتماعي، بغينا الطرق، بغينا الماء، بغينا اللبسو، بغينا فك العسله والتهميش وغير ذلك بالطرق وكل شيء. هذه مطالب خصنا نلتقطوها، الا ما التقطناش حنا كنساء اتحاديات شكون اللي غيلتقطها؟ خصها تلتقط الاصل وتلتقطها الحكومه، الله يعاونها. كل ما دارت شي حاجه مزيانه حنا سنصفق عليها، ولكن حنا بالنسبه لنا كنساء اتحاديات اللي حنا تنقولوا على انه من واجبنا الترافع والترافع وتقديم مقترحات عملية في هذا الباب. وأظن أن التوصيات اللي قدمناها فيها مقترحات عملية يجب أن تطبق على أرض الواقع من خلال مقترحات قوانين، من خلال مبادرات ومراسلات وكذلك. نحن تحت رقابتكم ومرحبا بهذه الرقابة.